انطلقنا من حي بريمان حيث انتظرنا خروج سيارات الرش التي تحمل شعار الأمانة والتي تحمل في حوضها المتسع جهاز الرش الضبابي. سرنا خلفها مع طريق الحرمين ثم توجهنا إلى شارع فلسطين ومن بعد إلى كوبري شارع 60 مع فلسطين إلى أن وصلنا إلى حي الشرفية حيث توقفت المركبة أمام إحدى الدوائر الحكومية ونزل السائق ودخل في داخل هذه الدائرة وعاد مرة أخرى يفتح له الباب على مصراعيه لتبدأ بعدها عملية الرش في داخل هذا المبنى. وبعدها خرج عمال الرش بسياراتهم ليقوموا بمواصلة عملية الرش حول هذه الإدارة من الخارج بجانب السور ثم توقف الرش. كنا نتخيل أن المركبة ستواصل عملها في بقية حي الشرفية. ذهلنا حقا بعد أن بدت السيارة تتحرك باتجاه شارع فلسطين دون أن يقوم بأية عملية رش عدا السابقة، ونحن لازلنا نسير خلفها لتتجه إلى حي الحمراء ومن بعد إلى إحدى الفلل التي تحيط بها صبات خرسانية لينزل السائق منها ويتجه إلى بوابتها، ثم ينزل أحدهم وبيده جهاز الرش اليدوي ويقوم السائق بتشغيل السيارة وجهاز الرش الذي في داخلها ليغرق جنباتها بعملية الرش دون غيرها، ثم يتجه في الحي ذاته ولكن بمسافة طويلة ويتوقف عند مجموعة من الفلل ويتوقف لدقائق، وعند مشاهدته لنا وعرف بعملية المراقبة قام بتشغيل جهاز الرش حول جنبات هذه الفلل بالكامل. كان معكم من جريدة المدينة إياد حماد. We'll be right back.